كتيرة جدا، وحصل بينهم وبين بعض نوع من أنواع الفتور، واستخدمت منهج التحليل التفاعلاتي في حل هذه المشكلة. ويعني أنا أحب أعرف رأي حضراتكم في استخدام هذا المنهج في التحليل التفاعلاتي في حل مشكلة العلاج الزواجي. في البداية، يعني إيه علاج زواجي؟ العلاج الزواجي هو العلاج النفسي الذي يهدف إلى تحسين العلاقة الزوجية من خلال المساعدة على إنماء وإشباع طرفي العلاقة. بمعنى إن أنا عشان أعمل علاج زواجي جيد لازم أعمل علاج للطرفين. طيب هل العلاج الزواجي بشتغل على طرفين هو ده النوع واحد ولا إيه، ولا ممكن يكون في كذا نوع؟ الحقيقة إن أنا ممكن أعمل علاج زواجي بثلاث أنواع. أول حاجة العلاج الفردي، إن أنا بعمل علاج لأحد طرفي العلاقة، ولما أحسن الطرف اللي عنده مشكلة وبالتالي العلاقة الزوجية بين الطرفين بيحصل لها نوع من أنواع التحسن. في نوع تاني اللي هو العلاج المشترك، وده بيحصل إن احنا بنعمل علاج زواجي للطرفين، نفس الطبيب بيعمل علاج للزوجين في نفس الوقت. وفي العلاج الجمعي، إن بيبقى في مجموعة من الأزواج يبقوا موجودين في نفس الجلسة ويبقى في تحدث عن المشكلات بتاعتهم. طيب هو السؤال بقى، ايه العلاقة ما بين العلاج الزواجي والعلاج الجنسي؟ العلاج في العلاج الاكلينيكي يصعب التمييز بينهما، حيث ان 75% من الازواج عندهم المشكلتين اللي هي المشكلة الزواجية والمشكلة الجنسية مع بعض. لكن لو جينا نقول على التقدم، لو في حصل المشكلة الزواجية والمشكلة الجنسية، يبقى التفضيل للمشكلة الزواجية هي اللي بتاخد اللي هو العلاج في الأول، وبعد ما تتحل المشكلة الزواجية بنبتدي نحل المشكلة الجنسية. عندنا الأستاذة مروة والأستاذ خالد. الزوجة مروة 31 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، بتعمل محاسبة في إحدى الشركات الخاصة. البنت الوحيدة للأسرة المكونة من الأم، الأم عندها 65 سنة ربة منزل، والأخ الأول بالغ من العمر 45 سنة بيعمل وزارة التضامن الاجتماعي، والأخ الثاني 39 سنة يعمل بأحد البنوك، الأب متوفي ومروة عندها 5 سنين. الزوج خالد بكالوريوس تربية مدرس رياضيات 33 سنة. الابن الثاني بعد الأخ الكبير، الأخ الكبير 40 سنة صاحب سوبر ماركت. البنت الصغيرة 28 سنة ربة منزل، الأب والأم متوفيين. الزواج بين مروة وخالد تم تقريبا منذ سنة، والزواج تقليدي عن طريق الأهل. إيه هي المشكلة؟ المشكلة زي ما بيحكيها الزوج بيقول إيه؟ مش حاسس إن أنا متجوز لغاية دلوقتي. العلاقة الزوجية اللي بينا، يقصد بقى العلاقة الجنسية، تتعدى على أصابع اليد الواحدة. حتى في الحياة اليومية قليل جدا تبقى كويسة معايا، والغالب إما عيانة أو تعمل حاجات تنرفزني بيها. دايما نتخانق بسبب هذه التصرفات بالرغم إن بحبها ونفسي تكون حياتنا هادية زي كل الناس. وبيقول إن أنا رحت المشايخ كتير جدا عشان اتقال لهم إن المشكلة الزواجية اللي بينكم دي في حد عمل لكم عمل، وبناء على هذا الكلام بدأوا يلفوا على مشايخ كتير لغاية آخر واحد فيهم قال له لأ، الحل ما هيبقى عند طبيب نفسي، وهو اللي حوله لطبيب نفسي. الزوجة بتقول أنا فعلا مش عارفة ده بيحصل ليه، الخناقات على طول بالرغم إن جوزي طيب ومتدين، نفسي برضو نبقى كويسين مع بعض بس مش عارفة ده يكون إزاي. بعد أخذ التاريخ المرضي دي بعض الملاحظات اللي لاحظتها بعد أخذ التاريخ المرضي، ولو حضراتكم بقى يعني تديكم نوع من أنواع اللي هي بعض نقاط الاهتمام. إن مروة كانت بتحكي إن الوالدة كانت بترى إن الأولاد هم أساس الأسرة، لأن كانت مروة هي البنت الوحيدة لأخين، وكان الأب متوفي وهي عندها 5 سنين، فكانت الأم بترى إن عماد الأسرة هم الأولاد وهم الحماية، وكان الاهتمام بيهم على المستوى الأول، فكان الاهتمام بيهم على مستوى الأكل واللبس والاهتمام بمشكلاتهم. يعني كانت الأم دايما تهتم بمشكلات الذكور، وكانت تهمل مشكلات مروة اللي هي البنت، وكانت مروة بتشعر بالقهر والظلم من ذلك. كان في حاجة تانية، ان مروة كانت بتحب زميل لها ايام الجامعة وانتظرته لمدة 6 سنين عشان يقدر ان هو زي ما بيقولوا كده يبني نفسه،
بس هو ما قدرش يبني نفسه في خلال الست سنين دول. وبعد كده الاهل بدأوا يضغطوا عليها لما سنها بدأ يكبر وبدأت تبقى عندها 30 سنة، فقال لها كده انت كده مش هتتجوزي خالص، وضغط عليها الاهل وهي حاولت ترفض كتير، بس بالضغط المتكرر حصل ان هي اتجوزت، والجواز كله تم في خلال شهر. الام كانت بتقول ايه بقى؟ الام بتقول ان مروة كانت بتعيا كتير، ولما نروح نوديها للدكاترة كانوا يقولوا ما عندهاش حاجة، عشان كده كان اخواتها بيعملوها بطريقة سيئة وساعات بيضربوها، وما كنتش اقدر اعمل لهم حاجة. يعني كانت مروة كان بيجي لها اعراض اللي هي اعراض تحولية، وكانوا بيودوها للدكاترة، وكان بعد الكشف العضوي ما كانش عندها اي مشكلة، ونتيجة لهذه الاعراض اللي كانت مروة بيها يعني كانوا بيقولوا عليها ان هي بتتدلع، وبناء على هذا الكلام بدأوا ان هم يعملوها معاملة سيئة. الام بتقول برضو ان مروة دايما تعمل عكس ما احنا عايزين ومشى بدماغها على طول. لما نستخدم مفاهيم التحليل التفاعلاتي بقى، مفاهيم التحليل التفاعلاتي عندنا 6 مفاهيم اساسية في العلاج التفاعلاتي. عندنا اول حاجة اسمها ستروكس او الاهتمام والحنان، وده هنعلق عليه في حالة مروة، وفي السكريبت اللي هو السيناريو، وفي اللي هو الرسم البياني بتاع حالات الايجورام، وبعد كده ترانس اكشنال والجيمز والايه، واخر حاجة اللي هو السكريبت. طب الستروكس، الستروكس ده معناه ايه؟ معناه ما يحصل عليه هذا الانسان من اهتمام وحنان من الاخرين. المفروض الانسان الطبيعي عشان يتعامل مع الاخرين بيحصل على نوع من الاهتمام، ممكن يكون الاهتمام ده ايجابي او ممكن يكون اهتمام سلبي او لا يحصل على اي نوع من انواع الاهتمام. الانسان بيفضل الاهتمام الايجابي، لكن لو ما حصلش على الاهتمام الايجابي الاهتمام السلبي بالنسبه له افضل من عدم حصول على اي نوع من انواع الاهتمام، اللي هو النيجاتيف ستروكس اهم بكتير من ان هو الانسان ما يحصلش على اهتمام. وده كان بيحصل مع مروة، ان مروة عشان تثير اهتمام الاسره كانت بيحصل لها هذه الاعراض اللي كانت بتثير اهتمامهم، وكانت بتبقى نوع من انواع ان هي تبقى محور اهتمام الاخرين، وده اللي كان بيعمل لها المشاكل طول حياتها. لما نيجي نحلل شخصية مروة بنظرية إريك بيرن قال إن الإنسان إن المفروض أي واحد فينا، أي واحد قاعد في القاعة دي، في 5 شخصيات. يعني أي واحد موجود غير فرويد، إريك بيرن اتفق إن الشخصيات في 5 شخصيات، في الطفولة وفي الراشد وفي الوالد. الطفل عندنا في نوعين، اللي هو الطفل الحر أو الطفل التلقائي والطفل المتكيف. الوالد عندنا برضو نوعين، اللي هو الوالد الراعي أو الحامي والوالد الإيه الناقد. يعني لما نيجي نحلل أي زوج من الزوجين، في عندنا الطفل الحر والطفل المتكيف، الوالد الناقد، الوالد الراعي، وبعد كده الإيه الراشد. الراشد تمام. ده الطفل، بس طفل على كبير، والطفل ده ممكن موجود على فكرة، موجود ملوش علاقة بالسن. يعني الطفل الحر موجود جوه كل واحد فينا وليس له علاقة بالسن. فده شخصية حمد عزو كان أقرب لشخصية الطفل الحر، اللي هو إيه؟ الطفل الحر ده اللي بيدور كل حياته بحثا عن المتعة والسعادة الشخصية، فيدور إزاي يستمتع بالأكل ويستمتع بالجنس ويستمتع بالعلاقات، وتحمله للمسؤولية ضعيف، بس في المقابل في عنده جزء من إبداع وحب استطلاع وذكاء، ده موجود كله في الطفل الايه الطفل الحر. لما حضرتك تشوف واحد بيضحك او ينفعل او يغضب او يضحك، ده اقرب لشخصية الطفل الحر. شخصية الطفل الحر دي تميز بالابداع والذكاء وحب الاستطلاع، دي الحاجات الايجابية. الحاجات السلبية التدمير والعدوان والعناد والشغب، ودي سلوكيات سلبية، وده شخصية الطفل الحر. في عكس الطفل الحر اللي هو الطفل المتكيف، اللي هو بيظهر فيه في صورة الطاعة والخضوع والاعتمادية على الآخرين. كانت مروة أقرب لشخصية الطفل الحر منها لشخصية الطفل المتكيف. ده الوالد. الوالد زي ما حضراتكم شايفين كده، العلاقة ما بين زوجين اللي هو سيد وأمينة. سيد أقرب لشخصية الوالد الناقد، اللي هو إيه؟ متسلط، يدي أوامر، شايف إن هو صح والباقيين كلهم غلط، عايز الناس كلها تمشي على مزاجه. أمينة ماشية أقرب لشخصية الطفل المتكيف، اللي هي إيه؟ بتسمع الكلام وتمشي جنب الحيط، والأمثال الشعبية اللي بتقول إيه؟
امشي جنب الحيط ومطرح مش عارف ايه والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، كلها اقرب للايه الناس دي بتبقى اقرب.